مرحبا طلاب البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه ولا جوج الوصفات اللي تيجيو رائعين ومعتبرين في المذاق من باب التغيير. الوصفه الاولى هي الدنجل معمر بواحد الطريقه مختلفه تماما اللي غادي تعجبوا وليداتكم وغادي تعجبكم حتى نتوما. تعرفوا الوليدات ما تيبغوش ياكلوا الدنجل، ولكن هذه الطريقه غادي تعجبهم. الدنجل معمر معمر بالدنجل وبالدجاج، ويعني بواحد الخلطه اللي تتجي زوينه بزاف. وهذه وصفه تاع بطاطا والبيض على شكل غراتان، حتى هي تجي زوينه وسهله في التحضير وما تاخذش وقت طويل. اذا هذه الوصفتين بجوج نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله في هذا الفيديو ديالي. ودابا اخواتي غادي نبداو بالوصفه الاولى. بالنسبه للمقادير الخاصه بهذه الوصفه، تنحتاجوا الدنجاله تكون كبيره، الحجم يكون شويه كبير باش نقطعوها دواغر، يعني تهزنا الكميه اللي باغيين نديروها كحجم. غادي نحتاجوا صدر ديال الدجاج، ماشي بزاف، غير الكميه اللي غادي تكفينا باش نعمرو، يعني هنا واحد 200 غرام تقريبا كنقطعوها مربعات صغيرين باش ما ياخذوا لناش وقت في الطياب. عندي هنا مطيشه حتى هي صغيره حيت لها الزريعه وقطعتها مربعات صغيرين. وعندي قزبر ومعدنوس وجوج دريسات نتاع التونه. وبالنسبه للتوابل عندي الشوميه تحميره، وعندي الكمون والملحه، وطبعا غادي نحتاجوا زيت الزيتون. اذا هذه هي المكونات. دابا غادي نمروا للطريقه ان شاء الله. غادي نبداو على دركه الله في طريقه الاعداد. كما لاحظتوا معايا غادي تاخذوا واحد المقله اللي تكون ما تتلصقلكمش، درنا فيها صدر ديال الدجاج، درت معاه شويه ديال زيت الزيتون، زدت عليها مطيشه ديك اللي قطعنا مقطع مربعات صغار، قزبر ومعدنوس والثومه. وبالنسبه للتوابل عندي غير الشاونيه واحد معلقه صغيره ديك الصغيره باش كنعبروا العطريه، وشويه ديال الكمون طبعا، وغادي نزيدوا الملح على حسب الذوق. هادو هما، وغادي نردوهم على نار مهيله يتشحروا شويه، ما نغطيبهمش باش ما يطلقناش الماء، نخليهم ناشفين. اذا ردينا الدجاج ديالنا يطيب. دابا غادي ناخذوا الدنجال، كما لاحظتوا الدنجاله شويه كبيره، غادي نقطعها دوائر يكونوا السمك ديالهم عريض شويه. غادي نقطعها دوائر طبعا على حسب الافراد الاسره اللي عندنا. هنا غادي ناخذ تقريبا واحد 6 ديال القطع. غادي ناخذ واحد السكين وغادي نزول لهم داك الوسط ديالهم، غادي نحيدو لهم وغادي نوضعو على جنب ونكمل الكميه ديالي كامله هكا مستمره حتى نحيد لهم داك الوسط ديالي. هذه هي القطعه الاخرى، كيجيو بحال الدجاجات خاويين من الوسط. اذا غادي نخلي هذيك الدنجال يعني ها هو دوائر، غادي نديرو في واحد الصينيه اللي كتدخل الفران، وغادي ناخذ واحد الزلافه وندير فيها شويه ديال الزيت وزيت ديال الزيتون والكمون والشوميه باش عطيها داك اللون الاحمر. وغادي ندهن هذوك الدوائر كاملين بديك الزويته، وغادي ندخلهم الفران باش يرطبوا شويه ما يبقاوش هاي قاصحين. بعد ما وجدت الحشوه ديالي كندهنهم من الجوانب كامله، من الوسط ومن على برا ومن الداخل، حتى تنبقى مستمره حتى تنسالي الكميه ديالي كامله، ما تاخذش وقت طويل خصوصا وان العدد قليل. صافي هنا انا ساليت، وغادي ندخلهم للفران واحد 10 ديال الدقائق على ما يترخاو. بعد ما وجدت الحشوه ديالي، دابا هنا غادي ناخذ الدنجال. هذوك الطراف الكبار اللي لقيت فيهم الذريعه زولتهم، خديت غير داك الراس الفوقاني، غادي نقطعو طريفات صغار صغيورين تيجيو بحال البطاطا. ديك الزريعه اللي كتخسر المذاق زولتها، وها نتوما كي تشوف معايا قطعتهم حتى هما مربعات صغار باش غادي نزيدهم على هذيك الحشوه ديال الدجاج اللي راها كطيب. راه كتعرفوا هاد المكونات هذه كامله ما كتاخذش وقت طويل في التحضير ديالها، كنستمر في التقطيع حتى تنسالي الكميه ديالي كامله.
إذن هذه طريقة جديدة عن باب التغيير. قلنا دائما الدنجال يا إما زعلوك يا إما مشرمل، هذه طريقة زوينة حتى هي. ولا المقلي، المقلي ماشي صحي أبدا، هذه طريقة تجي زوينة وتجيب مذاق الدنجال المقلي ولكن في الفران. تقريبا هنا أنا كملت، إذا غادي ناخذ هذاك واحد طريف آخر نزول منه الزريعة الكبيرة، وغادي ناخذ هذيك الكمية ديالي كاملة اللي حصلت عليها، وغادي نزيدها هنايا على ديك الحشوة اللي رديتها كنطيب. الدجاج تقريبا راه كطاب، غادي نزيد عليه هذاك الدنجال ونبقى تنحرك حتى تيتجانسو كاملين وتيشرب العطرية ديال الدجاج. هنا يمكن لكم تزيدوا حتى الفلفلة حتى هي تجي زوينة. الفران طفيتو، خرجت منه الدنجال، ودابا غادي نبدا نعمر دوك الدويورات ولا الدبيجات نتاع الدنجال. نبقى نعمرهم بهذيك الحشوة، ناخذ جوج معالق وغادي نبدا نعمرهم حتى نسالي الكمية ديالي كاملة. صدقوني تيجي زوين بزاف، انا بنياتي صغار عجبهم، وهما ما تياكلوش الدنجال ولكن عجبهم. داك الدجاج مع مطيشة كيتلف المذاق ديال الدنجال، وحتى فاش كتحيدو دوك الطرف اللي فيهم الزريعة تيبقى داك الراس الفوقاني، حتى هو تيجي زوين، تيجي رطب بحال البطاطا. كنبقى مستمرة حتى تنكمل الكمية ديالي كاملة. إذا كما لاحظتوا هاد الكمية يلاه عطاتني 6 ديال الطراف، 6 ديال الدوائر. إذا نتوما اللي غادي تحضروا لأفراد أسرة كبار، يعني زيدوا في الكمية، ديروا جوج دنجالات وضعفوا الكمية ديال الدجاج. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا حتى الفلفلة حتى هي تجي زوينة. وكنبقى مستمرة حتى تنسالي، وغادي ندخلوا الفرن واحد 10 دقائق أخرين. هنا بعد ما خرجتو من الفرن زينتو بشويه ديال الفخماج، تيجي حتى هو زوين من الفوق ملي كيدوب يعني دوك العناصر كيتجانسوا بعضياتهم كيتماسكوا فاش كنزولوها من اللاطه وكنوضعوها في اناء التقديم، ما كتفرتتنيناش الا كان متوفر. اذا تنسالي الكميه ديالي وكندخلو الفرن. دابا اخواتي غادي نمروا الوصفه الثانيه. عندي بطاطا، عندي بطاطا تقريبا هنا واحد 600 غرام د البطاطا. غادي ندير معاها 5 د البيضات، زيت الزيتون، شويه ديال الملحه والثومة بودرة طبعا، والإناء اللي غادي يدخل ليا الفران. هذه هما المكونات. غادي ناخذ هذه البطاطا ديالي، غادي نزولها القشرة. بعد ما زولت لها القشرة غادي ناخذ واحد الإناء آخر فين غادي نحكها. كنستعملوا ديك السنينات الكبار ديال الحكاكة اليدوية ولا في الخلاط الكهربائي اللي كيخرجها مبشورة. من بعد ما حكيتها وساليتها ما خصنيش نتعطل عليها باش ما كيتأكسدش داك اللون ديالها. غادي ناخذ البيض ديالي وغادي نفقيه. دوك الخمسة البيضات يعني خص البيض يكون طاغي باش كتماسك مزيان وما كتجيناش صعيبة في الزوال من الصينية ديالها. دابا غادي ناخذ البيض، غادي نزيد عليه شوية ديال الثومة بودرة، ويمكن لكم تقطعوا أي راس نتاع الثومة يكون سنينات صغيورين، شوية ديال الملحة، وغادي نخلط هذاك البيض مزيان بالطراب اليدوي حتى يتجانس مزيان. ما تياخدش وقت طويل، هاد الوصفة اللي كتحضر في آخر لحظة، يعني كي بغا يدير هاد العشاء تجي زوينه اللي كيتعشى. انا كنستعملها للغدا، يعني تيتعجب الوليدات الصغار دائما. اذا بعد ما طربتها غادي نزيد على ديك البطاطس ديالي، ضروري نستعمل اناء يكون غارق، وغادي نبقى تنحرك فيها حتى يتجانسوا مزيان. وغادي نزيد عليها هنايا واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، وكنبقى كنخلط فيها كنخلط حتى تتجانس مزيان والعناصر كيتجانسوا فيما بعد في بعضياتهم. تقريبا انا ساليت. غادي ناخذ دابا الصينيه ديالي اللي غادي ندخلها للفران، استعملت هذا الاناء الدائري، غادي ندهنو مزيان بالزيت باش ما يلصقش. كي صلحتو ما استعملت لا زبده لا حتى حاجه، يعني هي بزيت الزيتون في الوسط ديالها او في الاناء راه ما كتلصقش. وغادي نصب داك الخليط ديالي كامل في الاناء اللي غادي يدخل للفران، وغادي نحاول نبسطها مزيان ونحاول نضغط عليها باش يبقى البيض مغطيها من الفوق. تقريبا حنا سالينا. يمكن لكم ديروها حتى في المقله، انا كنفضل نديرها في الفران احسن من ديك قلب من هنا قلب من هنا. حتى هو الشكل ديالها بعد ما بسطتها. دابا غادي ندخلها للفران، غادي ندير لها نص ساعه. الفران تكون ديجا سخون، وها هما الوصفات ديالنا هما واجدين. نتوما تشوفوا كي جاوا ما شهيتكم فيهم، تيجيو زوينين بزاف. هذاك الدنجال بشكل مختلف مع هذيك الصينيه ديال البطاطا بحال الكغاتان. نتوما تشوفوا الشكل ديال الدنجال كي تيجي داير،
والله الا تيجي زوين زعما صدقوني غير جربوها غادي تعجبكم وغادي تعجبوا وليداتكم. ثم تشوفوا كي جا الدجاج تيجي طايب وداك داك الجنيبات ديالو تيجيو طايبين. وبالنسبه للصينيه ديال البطاطس مع الدجاج حتى هي تجي زوينه بزاف. ما نسبقش ونحكم على راسي نخلي الحكم لكم، ولكن انا كنحكم من التجربه ديالي راها تجي زوينه بزاف. هانتوما تشوفوا الشكل ديالها، نقطع لكم منها طريف تشوفوا كي تجي لا من الداخل ولا من الجنيبات ولا من الوسط، كتجي زوينه بزاف. كنقطعوها كمثلثات وكنقدموها في اطباق فرديه. باقه سخونه يلا كي زولتها من الفرن، كتعرفوا بطاطا خاصها تكل سخونه، الا بردات ما تتبقى زوينه، ولكن من الاحسن تقدم سخونه. ثم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، هذا من باب التغيير، يعني بطاطا كتقدم بطرق مختلفه تتبقى هذه من احسن الطرق بالنسبه ليا. نتمنى نكون توفقت ان شاء الله معكم في تقديم هذا الفيديو ديال اليوم. عجبتكم الوصفه ان شاء الله ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الايجابيه ولي لايك، خرطوا معنا في القناه الا كانت اول مره تتشاهدوا هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.